مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ولكن خلونا نروح لتفاصيل المؤتمر الصحفي لمنتخبنا الأولمبي قبل مواجهة غينيا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. كل التوفيق لمنتخبنا، لكن خلونا نتابع تفاصيل المؤتمر الصحفي بالمغرب. طبعا صباح الخير للجميع. بنتحدث عن استعداد منتخب مصر بالنسبة للمقابلة القادمة مع منتخب غانا، وطبعا مباراة صعبة خاصة بعد ما احنا طلعنا 4 منتخبات للمرحلة التصفيات، وفي كل مرة الأمور بتتصعب على جميع الفرق. بالأمس كان عندنا يوم استشفاء، يوم كامل شبه راحة للمنتخب، وعملنا استشفاء لجميع اللاعبين، واليوم هنبتدي التدريب ونستعد بشكل جيد جدا أمام منتخب قوي وهو منتخب غينيا. أتمنى أن احنا نقوم بالعمل المطلوب المنوط لجميع اللاعبين، ونعمل مباراة جيدة ونفوز بالمباراة وهو الهدف الأهم. بالنسبة للتجهيز والوقت بسيط، قال في الأول في بداية الحديث أن المنتخب غينيا عنده يوم زيادة في موضوع الاستشفاء، ولكن احنا بنحاول بقدر الامكان نعمل موضوع الاستشفاء وعلاجات اللاعبين في هذه الفترة البسيطة المضغوطة بأسرع ما يمكن. وبنقول في خلال الفترة دي بنحلل الفريق الخصم، بنحلل أدائنا أيضا في المباريات السابقة، ونشوف النقاط الإيجابية والسلبية. وبيقول لازم نكون نتعامل في هذه المباراة ببعض من الذكاء والتصرفات الصحيحة لكي نتخطى هذه المرحلة. وطبعا بيعقب على كلمة مهمة وهي الروح المصرية في الأوقات الصعبة، وشحز الجماهير والكلام الإيجابي اللي بيوصل من مصر لجميع أفراد المنتخب وجميع اللاعبين، ده شيء كبير جدا بيحمسهم، بيرفع من روحهم المعنوية. وجود 4 لاعبين من منتخب مصر في تشكيل مثالي للفترة السابقة، بيقول أنا طبعا سعيد جدا بهذا الخبر، ولكن ليس الاستحقاق ليس للأربعة فقط، ولكن الاستحقاق للزملاء أيضا، لأنهم شاركوا على ظهور المهارة الفردية لهؤلاء اللاعبين الجيدين. ومنتخب مصر بصفة عامة يعتمد على اللغة الجماعية والشغل الجماعي في جميع المباريات. بيقول ويضيف أيضا المدير الفني، بالنسبة للمرحلة السابقة انتهت تماما، وأضاف أن اللعيبة في المرحلة الأولى فاهمين أهمية المرحلة الأولى بكل إيجابيتها وسلبيتها، والآن داخلين على مرحلة هامة جدا جدا وتهم جميع المنتخبات المشتركة وليس منتخب مصر فقط. نحترم المنتخب الخصم اللي سوف على المنتخب غينيا اللي احنا نقابله في المرحلة القادمة، ولكن الهدف الأهم هو الفوز في هذه المرحلة ونتخطى المرحلة القادمة، وفيما بعد الهدف الكبير وهو الوصول إلى الأولمبياد. وأضاف أيضا منتخب مصر يعتمد على الشغل الجماعي، وبيهنئ جميع اللاعبين وبيقول يستحقوا بالفعل تواجدهم من ضمن التشكيل المثالي لهذه المرحلة. بشكر دولة المغرب العظيم ومنظمة الكاف القائمة على تنظيم هذه البطولة بهذا الشكل الراقي، سواء فنادق، سواء عاملين، سواء حكام، سواء ملاعب، سواء مدرجات، سواء جمهور، والتنظيم الغير طبيعي الرائع جدا والمجهود المبذول في هذه البطولة. فبقول باللغة العربية مبروك لدولة المغرب على تنظيم هذا الشكل الراقي جدا المتقدم بالفعل، ونتمنى ان احنا نشوف مباريات جيدة في المرحلة القادمة. طبعا بالنسبة لأسماء اللاعبين المصابين أو اللاعبين اللي سوف يشتركون الجدد، طبعا هو المفروض اللي أنا مش بقول الأسماء، ولكن عن أنا قوام فريقي والعناصر المتواجدة معايا 23 لاعب، وكل لاعب جاهز في مركزه، حتى البدلاء جاهزين، ونعلم جيدا أهمية هذه المباراة. وفي أي لحظة ممكن نطلب أي لاعبين من اللاعبين البدلاء، طبعا بيدخل وبيأدي على أقصى ما يمكن، ونوعد الجمهور المصري بإذن الله نحن نعمل مباراة جيدة ونبذل أقصى جهد في هذه المباراة الهامة. وبيشيد باللاعبين البدلاء موجودين ودايما جاهزين وفاهمين كويس جدا جدا، وما أنا عندي كمدرب كمدير فني لا يوجد فارق بين اللاعب الخارج التشكيل أو الأساسي يعني الاحتياطي، وكلهم جاهزين لهذه الموقع أو لهذه المباراة. بما أن دولة مصر دولة كبيرة تاريخيا وحضاريا، وخاصة كمان في موضوع كرة القدم، وجمهور هائل جدا، جمهور عظيم خلف المنتخبات،
بيوجد بالطبع وبالتأكيد في ضغط، ولكن أنا كمدير فني ونحن كلاعبين في منتخب مصر الأولمبي بنحول هذا الضغط إلى ضغط إيجابي، وده يدينا إحساس بالمسؤولية وبنبحث دائما على الانتصار. إذن منتخب مصر مجرد ما يدخل من بوابة الملعب المسؤولية محطوطة على عاتق اللاعبين وعلى عاتق الجهاز الفني وجميع المسؤولين أن مصر لازم تفوز، وهذا الانطباع دايما موجود في بلدنا مصر. فإذا بيقول بنحول الشكل الضغط اللي بيتقال إلى ضغط إيجابي، وده بيخلينا نعمل وبنسعى بأقصى جهد ممكن نحن نؤدي مباراة بشكل كبير جدا ونبحث على الانتصار تحت أي ظرف من الظروف، وإن شاء الله نحاول نعمل مباراة جيدة وكبيرة من جميع النواحي. هنقابل منتخب طبعا بدون نقاش وبدون كلام، منتخب جيد جدا وقوي. temos acompanhado os jogos de Guiné. اتفرجنا على مباريات لمنتخب غينيا. quero deixar aqui os meus parabéns ao seu treinador. عاوز أهنئ بشكل جيد جدا المنتخب المدرب المنتخب الوطني لغينيا. a todo o processo que vocês fizeram. كل النجاح وكل المجهود اللي بذل إلى هذه المرحلة. será um jogo duríssimo. هيبقى مباراة صعبة جدا. قوي جدا. mas nós vamos nos preparar da melhor forma possível. ولكن سوف نحاول وبنحاول في هذه اللحظات ان نحن نجهز بافضل شكل ممكن. temos analisado os pontos fortes. عندنا محللين محللين جميع النقاط القوه والايجابيه للمنتخب غينيا. e aqueles pontos que nós possamos tirar algum tipo de proveito. والنقاط اللي ممكن نستغلها ونستفاد منها في المباراه. e vamos trabalhar em cima disso. وهنشتغل بشكل قوي جدا على هذه النقاط. volto a dizer, será um jogo duríssimo. ارجع واكرر تاني المباراه ليست بالسهله. mas volto também a dizer que nós estamos em busca de um sonho, um objetivo e nós vamos lutar com todas as nossas forças para conseguir. اعود مره اخرى واكرر امامنا هدف لمنتخب مصر وامامه هدف وهو الفوز في جميع المقابلات ونصل للهدف الكبير اللي احنا اعلنا عنه قبل كده بمشيئه الله.